السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. كان قرش الميغالودون كائنا مرعبا في المياه البحرية خلال العصور القديمة، وكان الميغالودون يشبه نسخة ممتلئة من القرش الأبيض الكبير، وكان واحدا من أكبر وأقوى الحيوانات المفترسة التي عاشت على الإطلاق. وبقايا حفريات الميغالودون تشير إلى أن هذا القرش العملاق وصل طوله إلى 18 مترا. وقد واجه الميغالودون منافسة من قبل الحيتان المفترسة مثل حيتان ليفياتان، وأسلاف الحيتان القاتلة الأصغر حجما مثل حيتان أوركا سيتونانسيس. فرغم كل هذا الرعب الذي سببه هذا المخلوق لكافة الكائنات، إلا أنه كان له أعداء يماثلونه في القوة والافتراس. ومعنا في هذا الفيديو 10 من أكبر أعداء الميغالودون كانت تماثله في القوة والافتراس. وشاهدوا رقم 1 في نهاية الفيديو فهو الأفضل دائما. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. موزاسوريوس. موزاسوريوس وهو نوع من الموزاسورات عاشت خلال أواخر العصر الطباشيري، وتم العثور على أقدم الأحافير المعروفة على شكل جماجم بالقرب من مدينة ماستريخت الهولندية. وتم تقدير الحد الأقصى لطول موزاسوريوس بما يصل إلى 17 مترا ونصف، مما يجعلها واحدة من أكبر أجناس الموزاسورات. وجمجمة الموزاسوريوس كانت عريضة مسحوبة للأمام، ولها عضلات قوية قادرة على عضات قوية باستخدام عشرات الأسنان الكبيرة، وكانت أطرافها الأربعة على شكل مجاديف قوية لتوجيه الحيوان تحت الماء، وكان ذيله طويلا وينتهي بمستعرضة تشبه المجداف وتنحني إلى الأسفل. وكان الموزاسوريوس مفترسا كبيرا شائعا في المحيطات، وجنسا مهيمنا يقع في الجزء العلوي من السلسلة الغذائية. ويعتقد العلماء أن نظامها الغذائي كان سيشمل أي حيوان بلا استثناء، ومن المحتمل أنه كان يفترس الأسماك العظمية وأسماك القرش والزواحف البحرية الأخرى، بما في ذلك السلاحف البحرية والموزاسورات الأخرى. رقم 9. ليفياتان. ليفياتان هو جنس منقرض من حوت العنبر، وحيتان ليفياتان معروفة بشكل رئيسي من تكوين بيسكو في بيرو خلال العصر الميوسيني، ومع ذلك تشير الأسنان المعزولة إلى وجوده في مواقع أخرى في تشيلي والأرجنتين وجنوب إفريقيا وأستراليا. وكان ليفياتان عضوا في مجموعة الحيتان شديدة الافتراس، وكان حيوانا قويا يفترس الحيتان والفقمات وما إلى ذلك. ويبلغ قياس أسنان ليفياتان ما يزيد عن 32 سنتيمترا، وهي أكبر أسنان قضم من أي حيوان معروف. وقدر الطول الإجمالي لحوت ليفياتان بحوالي 17 مترا، مما يجعله أحد أكبر الحيوانات المفترسة على الإطلاق. وكان طول جمجمة ليفياتان حوالي 3 أمتار، وتتميز عن غيرها من حيتان الحيوانات الجارحة بحوض الجمجمة المتسع، فكانت تمتد بطول الخطم بالكامل. وقد يكون ليفياتان قد تفاعل مع سمك القرش الكبير المنقرض ميجالودون، وتنافس معه على مصدر غذائي مماثل. رقم 8. تايلوسوراس. تايلوسوراس هي زواحف بحرية كبيرة مفترسة من أواخر العصر الطباشيري، ترتبط ارتباطا وثيقا بالسحالي الحديثة والثعابين. والسمة المميزة لتايلوسوراس هي خطمها الأسطواني المطول. وكان تايلوسوراس واحدا من أكبر المفترسات البحرية في كل العصور، وأكبر عينة معروفة هو هيكل عظمي من متحف التاريخ الطبيعي بجامعة كانساس، والملقب بتايلوسوراس بونكار، وقدر قياسه ب 15 مترا في الطول. وتكهن علماء الحفريات أنه من الممكن لبعض أفراد تايلوسوراس القدامى أن يصل طولها إلى 20 مترا. وكان مفترسا رئيسيا افترس مجموعة واسعة من الحيوانات البحرية في نظامه البيئي، وتم توثيق محتويات المعدة جيدا من حيث الأنواع التي افترسها، والذي يتضمن الموزاسورات الأخرى والبليزوسورات والسلاحف والأسماك العظمية وأسماك القرش. وعلامات العض تشير إلى أنه كان يفترس أيضا الحبار العملاق. رقم 7. ثالاسوميدون. يعتبر ثالاسوميدون من أكبر أنواع الإلسموسورات، عاش في أمريكا الشمالية خلال العصر الطباشيري، ويبلغ طوله الإجمالي 11 مترا. ومع ذلك تم اكتشاف جمجمة أكبر حجما تشير إلى وجود حيوانات منه أكبر بكثير من هذا الطول، ومن المحتمل أن يصل طوله إلى ما يصل إلى 15 مترا. وكانت الرقبة طويلة جدا وتتكون من 62 فقرة، ويبلغ طولها حوالي 6 أمتار، فهي أكثر من نصف الطول الإجمالي.
وأسنانه كانت طويلة ويبلغ طولها أكثر من 5 سنتيمترات، وكانت الزعانف بطول يصل إلى 2 مترا، وتم العثور على بعض الأحجار مع بقايا الثلاسوميدون، وهذا يشير بقوة إلى أنه تم استخدام هذه الأحجار بشكل أساسي كطواحن معدية، فكانت لغرض المساعدة على الهضم، وكان الثلاسوميدون مفترسا بحريا شرسا ونافس كافة مفترسات عصره. رقم 6. قرش أوتودوس. قرش أوتودوس هو جنس منقرض من أسماك القرش، عاش في العصر البليوسيني، وكان الهيكل العظمي لقرش أوتودوس يتكون من غضروف وليس عظم، مما أدى إلى ظهور عدد قليل نسبيا من الهياكل العظمية المحفوظة في السجل الأحفوري، وأسنان هذا القرش كبيرة مع تاج مثلثي وحواف قطع ناعمة، وتشير أحافير قرش أوتودوس إلى أنه كان سمكة قرش مفترسة كبيرة جدا، ويعتقد العلماء أن هذا القرش بلغ طوله على الأقل 9 أمتار وبطول أقصى يبلغ 12 مترا، وتم استخراج الحفريات من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ومن المحتمل أن يكون قرش أوتودوس افترس الأسماك العظمية الكبيرة وأسماك القرش الأخرى، وكان من بين أفضل الحيوانات المفترسة في عصره، كما يعتقد أن هذا القرش هو أحد أقدم أسماك القرش العملاقة. رقم 5. شونيسوراس. شونيسوراس هو جنس من الإكثيوسوراس، وتم العثور على ما لا يقل عن 37 عينة أحفورية غير مكتملة من الزواحف البحرية في نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعاش شونيسوراس خلال العصر الترياسي وكان يبلغ طوله حوالي 15 مترا، وفي عام 2004 تم اكتشاف عينة شونيسوراس سكانينزيس، وكان أحد أكبر الزواحف البحرية على الإطلاق، حيث بلغ قياسه 21 مترا، وفي عام 2013 تم تأكيد التصنيف الأصلي، وثبت أنه أكثر ارتباطا بشونيسوراس من الشستاسوراس، وشونيسوراس كانت زعانفها أطول وأضيق بكثير من الإكثيوسورات الأخرى، وكانت من بين أقوى المفترسات البحرية. رقم 4. حيتان أوركاسيتونانسيس. حيتان أوركاسيتونانسيس هو نوع منقرض من الحيتان القاتلة، تم تحديدها في أواخر العصر الجليدي وعصر البليستوسيني المبكر، قد يكون يشبه الحوت القاتل الحديث في المظهر، لكنه لديه حوالي 8 أسنان زائدة في فكه، ويعتقد أن حيتان أوركاسيتونانسيس قد اصطادت الأسماك الكبيرة والحبارة في القرون القديمة، وتعايش حوت أوركاسيتونانسيس مع الحيوانات المفترسة الكبيرة الأخرى في ذلك الوقت مثل الميغالودون وحوت ليفياتان، وأشار العلماء إلى أن أسنان حوت أوركاسيتونانسيس أكبر بكثير من حيتان الأوركا الحديثة، وكان من الممكن أن يكون بطول يصل إلى 4 أمتار أو يزيد، وبالرغم من هذا كان حوت أوركاسيتونانسيس قادرا على استهداف الأسماك والحيتان الكبيرة، وكانت حيتان أوركاسيتونانسيس واحدة من أكثر الحيوانات المفترسة في منطقتها. رقم 3. ليدزيتشس. ليدزيتشس هي مجموعة منقرضة من الأسماك شعاعية الزعانف، والتي عاشت في محيطات العصر الجوراسي الأوسط، وتم العثور على أحافيرها في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وتشيلي، وتختلف تقديرات طول ليدزيتشس بشكل كبير، ففي بداية القرن العشرين كان ينظر إلى طول 9 أمتار على أنه الطول المناسب لها، ولكن في نهايته كان يزعم أن طول ليدزيتشس يزيد عن 30 مترا، ولكن توصلت الأبحاث الحديثة إلى حوالي 16 مترا لأكبر الأفراد، وتظهر في حفرياتها الزعانف الشعاعية العظمية المتحجرة، ولديها زعانف صدرية كبيرة ممدودة وزعنفة ذيل طويلة عمودية، وتم استنتاج طولها حسب العظام إلى ما يصل إلى 25 مترا، فهي بأي حال من الأحوال كانت ضخمة وكبيرة ومن المفترسات القوية. رقم 2. باسيلوسوراس. باسيلوسوراس هو جنس من الحيتان القديمة الكبيرة والمفترسة والذي يعود إلى أواخر عصر الإيوسين، تم اكتشاف الحفريات الأولى على طول ساحل الخليج بالولايات المتحدة، وكان باسيلوسوراس المفترس الأول لبيئته، حيث كان يتغذى على أسماك القرش والأسماك الكبيرة والثدييات البحرية الأخرى، وقد يكون باسيلوسوراس واحدا من أوائل الحيتان المائية بالكامل، وعلى عكس الحيتانيات الحديثة كان لدى باسيلوسوراس أنواعا مختلفة من الأسنان، فكان له أنيابا وأضراسا في فمه وكان قادرا على مضغ طعامه، على عكس الحيتانيات الحديثة التي تبتلع طعامها بالكامل، وكان حوت باسيلوسوراس بقياس من 15 إلى 20 مترا، وكان هذا النوع يتغذى حصريا على السلاحف البحرية وأسماك القرش الكبيرة.
لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا، فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات، تشجيعا لنا لنستمر في إنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. كورونوسورس. كورونوسورس هو جنس منقرض من البليوسورات قصيرة العنق، ويقدر طولها ما يصل إلى 12 مترا، وكانت من بين أكبر البليوسورات وسميت على اسم زعيم جبابرة اليونان كورونوس، وعاشت في أوائل العصر الطباشيري وتم اكتشاف الأحفوريات في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز. ومثل البليوسورات الأخرى كان كورونوسورس من الزواحف البحرية، وكان له رأس ممدود وعنق قصير وجسم صلب تدفعه 4 زعانف، وذيل قصير نسبيا، وكانت الزعانف الخلفية أكبر من الأمامية. وكان كورونوسورس من آكلة اللحوم وله العديد من الأسنان الطويلة والحادة والمخروطية. ومن سمات كورونوسورس أن أسنان الفك العلوية الثلاثة الأولى كانت متضخمة إلى أنياب. وقدر طول جمجمة كورونوسورس بما يصل إلى 3 أمتار، وتشير قوة الأطراف الكبيرة والقوية إلى أن كورونوسورس كان على الأرجح سباحا سريعا ونشطا. وكان كورونوسورس يفترس السلاحف والبليزوسورات والحبارات العملاقة. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.